السلام عليكم مشاهدي موطني نيوز. حنا دابا كنتواجدوا في المسبح البلدي، المسبح البلدي اللي تصرفت عليه اموال طائله واللي ما خدمش حتى شهر كامل، ديما عنده المشاكل. دابا حنا الاشكال اللي وقع هو ان هذا السيد كما كنقولوا هذا باقي ما كملش الشهر، هو باب شاليه باب شاب، يعني الخدمه فاشله، الخدمه ديال الغش. ما فهمتش كيفاش باب ما كملش شهر، تلاح من الجدر ديالو ولحد الساعه اكثر من اسبوع هذا ما صوبوش باش يجيب الصدور ويعاودوا يركبوا الباب. هنا شوف الطريقه كيفاش مركب الباب، باش يبان لكم ان راه كلشي الاعمال مقيومه على الغش. انتم كتشوفوا عيب وعار باش هاد المرفق هذا متنفس الوحيد لهاد المدينه الكحله هذه كيتحكم عليه بالاعدام نهار الميلاد ديالو. كيف ما كتشوفوا ما كاين حتى شي حاجه في هاد الاماكن، البلاصه اللي كتشوفوا هنا كان خصها تكون واحد القاعه ديال الفيتناس، هاد الفيتناس ما دارتش. اذا كيفاش هاد 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 لابيسين تفتح، هاد لي سباس فير ما داروش، هاد القهوه ما تفتحتش، لابيسين ما تكراش لشي جهه معينه اللي هي اللي غتشرف عليه وهي اللي غتقابلو. هادشي راه غريب جدا، هادشي راه غريب جدا. هانتوما كتشوفوا ها الباب، الطريقة باش نصوب الباب الطريقة يجيبوا فيها فتح تحقيقات. هذا هو ما فهمت انا، هذا باب في هاد الفاد 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 الضخامة غتحبسوا هاد الحديدة هي اللي غتكبسوا. ها هي عواجد، الحيط عواجد، فهمتيني باش تعرف شنو كاين. هات ما فهمت انا هادشي علاش. شوفوا 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 لابيسين كيفاش ولا، شوفوا لابيسين كيفاش ولا. هات 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 شوف احنا غادي ندوزو غادي نشوفوا، شوفوا الحفاري اللي ولاو في لابيسين. هذا كما كنقول راه خاص يتفتح تحقيق مع الشركه اللي صوباتو، الشركه اللي صوباتو خاصو يتفتح مع تحقيق. شوفوا شوفوا شنو كاين تحت من، شوفوا شنو كاين تحت من تحت من الجليج. شوفوا شنو كاين، كاين تراب، تراب بمعنى ما كاينش، ما كاينش كما كنقولوا حنا واحد واحد الفرشه لتحت اللي كنقولوا حنا بحال اللي كنقولوا الوزنه الفورما، ما كايناش، كاين تراب. شوفوا هاد الاوساخ، شوفوا هاد الحاله كي دايره. اذا هذا هو العبث، هذا هو اهدار المال العام. هتشوفوا الحاله كي دايره، هادشي اللي كنقول لكم انا راه ما كاملش عليه شهر، ما كاملش شهر. شو الحاله كي دايره؟ واش هاد الشركه هذه اللي صوبت هاد الشيء واش كتصوب خاص نبقاو كل مره نديروا الصيانه دوريه على ما كل شهر نديروا الصيانه؟ هادشي راه طار من البلاصه ديالو. هذا راه نهار تقريبا واحد كان جور خدم لابيسين، شو حالته كي دايره؟ 15 يوم خدم لابيسين اضافه الى المشاكل التقنيه العويصه، شو الحال ديالو؟ هات هات. اذا شكون اللي كيتحمل المسؤوليه؟ واش غادي هاد بن سليمان غنبقاو ديما بحال هكا؟ ديما هاد المشاريع ما كيتكتبش لها النجاح وحتى لا تفتحت كتخرب. هات حالة كي دايره، حالة كي دايره، شو الحالة ديالها؟ واش هاد الشيء انا فهاد المدينه هادي ولا كيبان لي هادشي متعمد بالعاني؟ لابيسين القديم اللي كان سبحان الله داروه النصارى على واحد السنين وبقى صامد 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 حتى جا واد المخربين وخربوه. شو كيفاش ردوه؟ كان عنده ربعه ديال السلالين باش كيطلعوا الوليدات وطلعوا الناس، خلوه فيه غير جوج، داروا فيه واحد منه داروا فيه واحد من ليه، وماشي شي نيفو، وهذاك الشيء القديم هزوه هدوه ما فهمتش، ولا غير كيتحرك الموتور كيخرج حاشاكم الزبل ويخرج الاوساخ ويخرج، بمعنى ان المضخات وان الشومبر تكنيك ماشي هي هذيك وما خداماش. انتم كتشوفوا هذه الحاله هذه، هذا الشيء راه باب بزاف. هذا كنطالبوا ان المفتشيه العامه والمجلس على الحسابات باش يجي يشوف هذه الحاله ديال هاد لابيسون، شنو المواصفات اللي تخدم بها، وهاد الشركه اللي خدمت هاد الشيء هذا وشنو دارت لتحت؟ تحت ندير التراب. شوف كلشي تكال مع الماء، دابا هادشي راه تكال. كنعاودها وكنقولها راه
المسبح راه ما خدمش في حياته اكثر من 15 يوم 20 يوم ويوصلت لهذه الحاله. هذه هذا راه كيدل على ان هذا راه خدام شي 10 سنين. شو الحاله كيدير؟ هذا ماشي خدمه ديال 15 يوم 20 يوم. شو الحاله كيدير؟ كانوا هنا رشاشات فينا هما ما كايننش في ما كايننش رشاشات ما كاينش. كانوا بحال هذا الشكل هذا ما كاينش. كانوا هنا ما كاينش. اذا هنا ما كاينش. هنا كانوا هما بقى عجوج. هنا كانوا ثلاثه ها هي بقى ساعه وحده. شوفوا هذا الروبين اش بقى عليه الحاله هذه. اذا هذه راه هنا بوانيه هي مشات ما كاينه. فهمتين؟ ما هذا الشيء ما هذا الشيء غريب. هذا الشيء غريب كيوقع في هذه المدينه هذه. هذا الشيء غريب كيوقع في هذه المدينه هذا. وبالله عليكم واش هذا المرفق هذا يوصل لهذه الحاله هذه؟ ولينا ندمنا كنقولوا يا ريت كون خلاو غير الاول، كون خلاو غير الاول وصلحوه. هذا الشيء ما عرفش هذا التصديع ديال الفلوس اهدار المال العام بدون طائل. راه ما زادوا والو، راه زادوا الف فلوس خسروهم. اما البلون الاول ديال سميتو عليه ولا الطريقه كيفاش كان مصوب ولا الاشغال اللي كانت فيه راه كانت رائعه جدا. وراه كاين تصاور غادي 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 نرفقوه مع سميتو عليه باش تشوفوه. وكيف ما قلنا اذا العنوان العريض في المسبح الجماعي بن سليمان هو غياب الجوده، هو غياب المراقبه، هو بالعربية تعرب حتى واحد ما نسوق. هات درا الجليج مفرقع. اجي لواحد الجليج مفرقع. ونزيدكم حاجة أخرى، بأن الحارس ثلاث شهور دابا ما تخلصش. علاش الحارس ثلاث شهور ما مخلص؟ كيفاش بغيتوا هذا السيد غادي مثلا يعس ليكم ويقابل ليكم؟ علاش ما يتخلصش؟ علاش أنتم مدخلينه هنا مقبل وما مخلصش؟ علاش؟ باي كان ما راضيش بهم عندي ميدان. هتشوف ولا درت في الصيف عليهم هذا ريسكي. هتشوف هذه الحاله هذه. شوف هذا راه كلهم حلولات. شوف جاي سمعوا واش هذه خدمه بالله عليكم؟ واش هذا جليج شاد في الصح؟ سمعوا جليج كيعطي الصوت، كيعطي الصوت. هذا راه غادي يطيح. هتشوف شوف كي داير الحالات. اذا كنتمنى ان الناس المعنيين بالامر يحاولوا يدخلوا، واللي دار شي حاجه يتحمل مسؤوليته، بالاخص الشركه شكون اللي كان كيراقبها وشنو خدمتها وفينا هي هذه الجوده هذه. راه ما كاينه لا جوده لا والو، راه الفوضى هي هذه. راه الفلوس ديال الدوله كتكال كتلاح في الخلا وما كتلقاهاش. وكيف ما كيقولوا المال السايب كيعلم السرقه. المال السايب كيعلم السرقه. هات حيط منبوز. شاد الخدمة هذه؟ شاد الخدمة هذه دخلنا عليكم بالله؟ واش هذه خدمة ديال شركة كتبني ولا شركة مقابلة شي حد؟ شوفوا الشقاق اللي كاين في الحي، شوفوا الشقاق اللي كاين في الجليد، شوفوا الشقاق اللي كاين في الجليد، شي كله طردك. هات شوفوا الشقة منين جاية. ها شوفوا الشقات. هادشي راه كيما كنقولوا راه حنا ندمنا وندمت الساكنه كون خلاو غير لابيسين الاول. وكان صحيح وصبر سنين دار في ايامات الاستعمار الفرنسي وصبر لواحد الدرجه ما تصورش. وحتى من الطريقه ديالو هنا كانت جميله بزاف. جاو هاد المخربين باسم الصفقات العموميه وداروا لنا هاد الكوارث الطبيعيه. انتوا كتشوفوا انتوا هاد الحاله كيدير. اذا كنتمنى مره اخرى من الناس المعنيين بالامر، الناس اللي عندهم غيره على هذه البلاد، الناس اللي عندهم غيره على المال العام، باش يفتحوا تحقيق في هذه الكارثه هذه، والتقديم للمخالفين والمتورطين للعداله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.